السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا في الفيديو هذا. غادي نقدم لكم كاطو غلاسي. كنتمنى تتبعوا معايا الطريقه والمراحل، وان شاء الله غادي تصدق لكم. وكنتمنى انكم تشجعوني وتدعموني وتضغطوا على الزر الاحمر باش دائما يوصلكم الجديد، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. فمرحبا بكم معايا. فبالنسبه للمقادير البنات، كما قلت لكم انا القاعده ديال هاد لا طارت هادي، غنستعمل لو براوني. صراحه كيعجبني وكيجيني ساهل وكيطيب دغيا. غادي نوريكم بالنسبه للمقادير. غنحتاجو جوج ديال البيضات، غنحتاجو هنايا 75 غرام ديال الزبده، زبده حيوانيه ياك. غنحتاجو هنايا بالنسبه للطحين غنحتاجو 35 غرام ديال الدقيق. غنحتاجو 100 غرام ديال الشوكولا نوار، النوعيه جيده. اللي المهم نتوما عندكم الاختيار تستعملوا اي حاجه بغيتو، اي نوع. غير هو البنات باش نقول لكم انا هنايا هذه راها 10 دراهم ديال الشكلاط، يعني 10 دراهم غنستعمل يعني غنصايب واحد لاطارت غتكون زوينه وتكون يعني بنينه، وكل مذاق ديالها يعني مذاق راقي. يعني غير 10 درهم الشكلاط يعني راه ماشي شي حاجه. يعني الا بغيتو تستعملوا الشكلاط الرخيص راه ما غاتجيكمش زوينه بحال هذه. يعني انا غير هذه بين قوسين وصافي. وغادي نستعمل هنايا القرقاع. تقدروا ديروا اي حاجه مكسره، تقدروا ما ديروش مكسرات تصغناو عنهم، المهم نتوما والذوق ديالكم. وبالنسبه للسكر هنايا راه غادي ندير واحد جوج معلقات كبار ديال السكر، ديال السكر كلاصي. وتقدروا انكم تزيدوا في الحلاوه تنقصوا حسب الذوق، ولكن دائما كنصيحه دائما لا باتيسخي كتبغي الحلاوه تكون ناقصه باش يكون داك ليكيليبغ فيها مزيان. ما طغاش دائما الحلاوه، هذه كنقولها ونعاودها، ما نخليوش الحلاوه تطغى لينا على الحلوه اللي غنحضروا. دابا ندوزوا بسم الله باش نبداو في الطريقه ديال التحضير. هنا البنات غادي نديروا داك الزبده والشكلاط يذوبوا لينا فوق النار، على نار تكون مهيله حتى يذوبوا لينا مزيان، عاد ندوزوا باش نخلطوا معاهم المقادير الاخرى. هانتوما البنات كيف ما قلت لكم، يعني النار تكون قليله بزاف باش ما يتحرق ليناش داك الشكلاط، وما نحبسوش من التحريك، نبقاو نحركو حتى يذوب لينا داك الزبده ويذوب لينا الشكلاط مزيان. عاد من بعد غادي ندوزو باش نضيفو عليهم العناصر الاخرى. ها هو دابا البنات ديك الزبده والشوكولا راهما دايبين، دابوا ليا مزيان. غندوزو دابا باش نضيفو عليهم البيض. غنضيفو داك جوج بيضات وغنحركو مزيان هاد الخليط. خاصة البنات هاد الخليط يولي داك البيض متجانس لينا مع الزبدة ومع الشوكولا مزيان. إلا كانت عندكم فوي وبغيتو تحركو بفوي حركو بالفوي. غادي نضيفو دابا السكر. غنبداو نضيفو بالطحين. كما قلت لكم انا عندي هنا 35 غرام ديال الطحين. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الميزان حنا غنديروا بالمعلقه ونشوفوا شحال. اذا ها معلقه وحده، ها جوج معلقات، نقدروا نقولوا يعني ثلاثه ديال المعالق ديال الدقيق الابيض. غادي نحركوا مزيان. بالنسبه للبنات فاش كتضيفوا الطحين، الا بان لكم الخليط باقي شي شويه مطلوق، يعني مازال شي شويه كي بحال هاد على هاد الشكل هذا، نقدروا نزيدوا شي معلقه كبيره ديال نصف معلقه كبيره ديال الطحين، ماشي مشكل. وخصنا نخلطوه مزيان حتى يتجانس داك الخليط مع بعضه. صافي انا دابا خلطته مزيان، ها نتوما شفتوا كيفاش كيكون الخليط بحال هكا. غادي نضيفوا دابا داك القرقاع. ممكن تضيفوا اي نوع ديال المكسرات عندكم ماشي مشكل. المهم انا غير بغيت شي حاجه تكون عندي كروستيون، بغيت البسكوي يكون فيه شي حاجه كروستيون. صافي دابا غادي ندوزو باش نديرو في الاطار اللي غادي يدخل لينا الفرن. غندوزو البنات باش نديرو في هذا الاطار هذا، وهذا الاطار هذا راه دهنته بالزبده. غادي تقدروا ديروا القياس اللي بغيتو، المهم انا بغيتها تكون يعني مويان، يعني قياس ديالها يكون متوسط. صافي غادي نصبو دابا داك الخليط اللي فيها، وغادي ندخلها
طيب على درجه ديال الحراره 160 درجه. وهاد هاد لو بيسكوي راه ما فيهش الخميره، الا لاحظتوا ما درتش الخميره، فيه غير شي شويه ديال الملح، نسيت ما ذكرت لكم شويه ديال الملح في المقادير. صافي غادي نخليوه يطيب لمده يعني واحد بحال نقدروا نقول واحد 15 دقيقه، المهم من 10 دقائق الفوق. وحنايا كنقلبوا الفران وكنشوفوا يعني البيسكوي، كنبقاو نحاولوا نشوفوا واش طاب ولا ما، المهم ما كيفوتش 15 دقيقه. هنا نسيت ما قلت لكمش البنات واحد المعلومه، الا ما بغيتوش يخرج لكم بحال هكا ماشي مشكل، ما غاديش يخرج بزاف، غيخرج غير واحد شويه ديال الخليط. غادي ديروا فيلم اليمونتير او البلاستيك الغذائي، غادي تحاولوا تلبسوه لهذا القالب هذا، والفران خصو يكون مسخن من قبل. اذا غندخلوا دابا البسكويت طيب لينا في الفران، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا التحضير ديال لاموس اللي غادي نصايبوا بها هاد لاطارت. هذا هو البسكويت ديالنا البنات من بعد ما خرجناه من الفران، كيجي على هذا الشكل هذا. درت لي فقط هاد لو ديسك هذا، حطيته فوق منه هنا باش منين نكون يعني كنمونطيه يعني يجيني ساهل. غادي ندوزو دابا باش نوجدو كيف ما قلت لكم، غندوزو باش نوجدو الكناش او العفو اللاموس. هاد لاموس هادي غادي نديرها لكم ساهله، ممكن اي واحد يحضرها، ما غنديرهاش معقده، نتبعوا معايا غير الطريقه والنصائح وان شاء الله غادي تنجح لكم. اذا بالنسبه للقناش، هذه كقاعده اساسيه دائما في القناش كنستعملوا مقدار ديال الشوكولا، النصف ديالو كنستعملوه كريمه سائله. يعني مثلا انا درت هنايا 160 غرام ديال الشوكولا الاسود، الشكلاط الاسود شوكولا نوار، درت معاها هنايا 80 غرام ديال الكريمه السائله. غادي نستعمل جوج الوراق ديال الجيلاتين، جيلاتين بطبيعه الحال هذا راه حلال، يعني مكتوبه عليه في العلبه ديالو مكتوبه عليه يعني جيلاتين بقري حلال. غادي نديروا اول حاجه نديروا هاد الجيلاتين، هاد جوج ورقات نديروهم يذوبوا في الماء مزيان، غادي نذوبوهم في الماء هنا، نذوبوهم في الماء مزيان بما ندوزو حنا نوجدوا داك الكناش. اول حاجه البنات باش نوجدوا الكناش غنديروا لا كريم، كريمه غنديروها فوق نار تكون يعني نار تكون مهيله، وغادي غير تسخن لينا ديك لا كريم، غادي نطفيو النار ونضيفوا عليها الشوكولا. انا غادي يعني هاد المرحله هادي تبعوها معايا مزيان، الا تبعتوا معايا هاد النصائح ان شاء الله من يعني غتوليو ديروا الكناش ساهل وغادي يصدق لكم دائما. ها نتوما البنات غير غادي تبدا ديك لا كريم يعني تبدا تغلى بحال هكا، غير واحد شويه نزيدها واحد شويه، غير تبدا نحسوا بها راها سخنات تولي لينا بحال هكا. ها نتوما شفتوا معايا مزيان. دابا شنو غنديروا في هذه المرحله هذه؟ غنطفيو النار يعني غنطفيوها، وغادي ندوزو غادي نصبوا عليها داك الشكلاط اللي عندنا. انا طفيت دابا النار، ندوزو نصبوا عليها الشكلاط. راه هذه هي الطريقه الصحيحه باش كنحضروا الكناش، هذه هي الطريقه الاصليه والصحيحه. صافي وكنبقاو نحركوا، راه النار كما قلت لكم دابا النار راه مطفيه، كنبقاو نحركوا مزيان حتى كيدوب لينا داك الشكلاط. من بعد ما غيدوب لينا هاد الشكلاط البنات غادي نضيفوا عليه داك الوريقات ديال الجيلاتين، من بعد ما يكونوا يعني رطابوا لينا في الماء مزيان. هنا البنات ها هما دوك ورق الجيلاتين عصرناهم عفوا مزيان من الماء، غادي نبقاو نحركوا حتى يذوبوا لينا دوك الوراق الاوراق الجيلاتين في هذا الكناش هادي. نبقاو نحركوا مزيان صافي، وغادي ندوزوا دابا باش نصايبوا. يعني في هذيك الاثناء انا كنت حضرت واحد، طلعت واحد لا كريم طلعتها شونتيي باش غادي نضيفوها على هذا الكناش. ها نتوما البنات هنا شنو عندنا؟ عندنا كريم شونتيي طالعه واجده، ها هي وجدتها، وعندنا لا كناش اللي وجدنا ديال الشوكولا. اشنو غادي نديرو دابا؟ غنضيفوا هذا الخليط على هذا الخليط، ولكن قبل من هذا الشيء غنقول لكم واحد الحاجه، هذا الخليط ما غنضيفوش وهو سخون على هاد لاكريم، الا ضفناه وهو سخون على لاكريم شونتيي غادي تهبط لينا داك الكريمه وغيولي لينا داك الشيء سائل. اذا غنخليو حتى يدفى شويه الخليط، يعني حتى يقرب يبرد، نقدروا نقولوا تيقرب يبرد، عاد نضيفوا هذا على هذا
وفي هذا الاثناء احنا بما نخلي هذاك الخليط يبرد غادي ندوزو باش نديرو ديك الطبقه الكروستيون اللي غادي نضيفوها فوق من البسكوي. شنو غنحتاجو في هذه الطبقه هذه المقرمشه؟ غادي نحتاجو شوكولا نوار. من الاحسن البنات استعملوا الشوكولا ذو نوعيه جيده في هذه الحلوه، في هذه لي طارت غلاسي استعملوا نوعيه جيده. وغادي نحتاجو لافويتين، غادي نذوبو الشوكولات وغادي نضيفو عليه الفويتين، غادي نحركو مزيان وغادي نضيفوه فوق من 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 البسكوي ديالنا. ذوبنا البنات داك الشوكولات، ما عطيتكمش القياس حيت نتوما غادي تحكموا في القياس اللي بغيتو، وغادي تبقاو تضيفوا في لافويتين. انا غنضيف هذا الشيء اللي عندي كامل، يلاه يكفاني. تقدروا تستعملوا لا كونتيتي اللي بغيتوا. صافي غادي نحركو مزيان بحال هكا، وغادي نضيفوا هذه الطبقه هذه غنديروها فوق من البسكوي ديالنا. ها هو انا رجعت ليها البنات، هذا الاطار هذا ضروري خاصو يرجع ليه. هنا كبيت داك لافيتين والشوكولا، هنا خديت معلقه بالظهر ديال المعلقه كنحاولوا اننا نبسطوا ديك لافيتين والشوكولا مزيان باش تلبس لينا بالقالب كامل وبالحلوه كامله، عفوا باش تلبس لينا بالحلوه كامله. واخا انا رانا درت الكركاع في البسكوي، علاش البنات فضلت نستعمل البغاوني؟ ها نتوما كيف ما شفتوا انا ما سقيتش الحلوه، ما سقيتهاش لان البغاوني اصلا كيكون يعني كيكون مويلوه معلك، فما غاديش نحتاجو اننا. وصراحه من اسهل ما يكون، ما فيهش يعني خاصنا نطلعوا البيض هو الاول عاد خاصنا نضيفوا الطحين بحال لا جينواز او لا لي بسكوي الاخرين. فدابا غادي نخليو هذا الشيء يبرد شي شويه كيف ما قلت لكم، غادي ندوزو باش نخلطو داك الكناش مع ديك لا كريم شونتيي اللي طلعنا قبيلات. دابا البنات هذاك الكناش ديالنا راه برد، دابا ماشي مشكل، واخا نضيفوه على لا كريم ما غاديش تهبط لينا، غادي نضيفوه بحال هكا ونبقاو كنحركو مزيان من التحت للفوق، يعني غير من التحت للفوق هكا بحال اللي كنديروا لي ماكارون باش ديك لاموس ما طيحش لينا. حنا راه استعملنا فيها جوج ورقات ديال لا جيلاتين باش تجينا لاموس قابطه. غادي نكمل داك الشكلاط اللي كاين. صافي وغادي نكمل، هانتوما تبعوا معايا البنات الطريقه، غير تبعوا معايا غير يعني ما يبان لكمش الكاطو بحال هكا. هادو لي كاطو كلاصي صراحه الا حضرتوهم بيديكم ماشي هما، الا شريتوهم كتكونوا عارفين المواد اللي استعملتو فيهم. هانتوما غير من التحت كيف ما قلت لكم الفوق، من الاسفل الى اعلى حتى يتجانس لينا داك الكناش مع ديك لا كريم. كيف ما شفتوا ما هبطت ليناش لا كريم ابدا، لاننا خلينا داك الكناش حتى برد مزيان هاكا مزيان حتى ما تبقاش تبان لينا ديك البيوضه ديال لا كريم. كيف ما هكا دابا غادي ندوزو باش نصبوها فوق من البسكوي. الا لاحظتوا البنات انا راه ما ضفتش هنايا السكر نهائيا، علاش؟ راه غنديروا واحد لو كلاصاج ميغوار تيكون حلو بزاف، فمن الاحسن ما نضيفوش لان دايرين الشكلاط ودايرين لافيتين عاوتاني ودايرين الشوكولا ما تضيفوش السكر. ولا بغيتوا تضيفوا كل واحد والذوق ديالو، المهم انا كتعجبني الحلوه ناكلها ما تكونش حلوه بزاف. هنا دابا البنات كبيت هذيك لاموس، لاموس كبيتها فوق من البسكوي، غادي نبسطوها مزيان بحال هكا باش غادي نوريكم من بعد شنو يعني غادي نقدروا نديروا. ضروري البنات خاصها تبسط مزيان، خاصها تكون واحد الطبقه مسطحه جيدا ما يكونش عندنا فيها عوجاج، باش نقدروا اننا ملي نصبوا داك لو كلاصاج ما جيناش يعني شي طالع شي هابط، يكون يعني داك الشيء يكون يعني مقاد مزيان. هنا من بعد ما بسطناها مزيان شنو غنديروا دابا؟ غنديروها في المجمد، نديروها في المجمد تبات ليله كامله الى غايه ما هذيك لاموس تجمد مزيان. تجمد البنات، خاص لاموس خاصها تجمد، يعني بما تجمد لينا ديك لاموس لغد ليه
عاد دوزو توجدوا هذاك لو غلاصاج اولا ماشي مشكل، تقدروا توجدوه قبل ماشي مشكل. اذا خاصها تجمد مزيان، الا ما قديتوش ليله كامله على الاقل المهم 4 السوايع 6 السوايع خاصها تجمد مزيان. عاد ندوزو باش بما ندوزو ان شاء الله باش نصايبوا داك لو غلاصاج اللي غادي نكبوا فوق منها. وكنتمنى ان شاء الله واخا طولت عليكم يعني تتبعوا النصائح وان شاء الله غادي تنجح لكم. انا البنات بالنسبه للمقادير ديال الكلاصاج ديالنا غادي نستعملوا 100 غرام ديال الشوكولا دو كوفيرتور، شوكولا بلون يكون نوعيه جيده. غنستعملوا 3 ديال الورقات ديال جيلاتين بقري حلال. غنحتاجوا لواحد الملون ابيض. غنحتاجوا 100 غرام ديال السكر سنيده. غنحتاجوا 100 غرام ديال الجلوكوز، وغنحتاجوا 100 غرام ديال عفوا ما بين 70 حتى 80 غرام ديال الحليب المركز المحلى. ندوزو دابا باش نشوفوا الطريقه ديال التحضير. اول حاجه البنات غنبداو بها هي غناخذوا هاد الورقات ديال الجيلاتين غنديروهم في الماء بارد باش يطلقوا لينا مزيان. ودابا غنديروا اول حاجه غناخذوا السكر اللي عندنا غنديروه في واحد الكاسرول. غادي ناخذوا نسيت هنا ما قلت لكمش البنات بالنسبه للماء غادي نحتاجوا لواحد 50 غرام ديال الماء ضروري البنات العبار ضروري خاصنا نعبروا. وغنديروا هنا داك الجليكوز مع هذا الخليط هذا. اول حاجه البنات غادي ناخذوا داك الجليكوز والسكر ديال السنيده والماء غنديرهم بحال هكا غنديروهم فوق النار. تكون النار ما تكونش يعني تكون نار عاديه ما تكونش النار يعني كثيره وما تكونش يعني تكون قليله يعني تكون عاديه درجه الحراره تكون عاديه. غنبقاو نحركو بحال هكا حتى يبدا داك الخليط يبدا يغلى لينا ويولي لينا بحال واحد السيرو بحال غنحضروا واحد السيرو. ها هو البنات داك الخليط ديال الجليكوز والماء والسكر ديال السنيده بدا كيغلي. شوفوا على هذا الشكل هذا غير غيبدا يتقل معنا واحد شويه وغنحيدوه من فوق النار. اذا دابا غنطفيو عليه النار غندوزو البنات مباشره. دابا ناخذوا دوك الاوراق ديال لاجيلاتين اللي كنا درنا في الماء كيف ما قلت لكم غندوبوهم عندنا في هاد لو سيغو هذا يذوبوا لينا مزيان. من بعد ملي يذوبوا غنضيفوا هذاك الحليب المركز المحلى. نضيفوا الحليب المركز المحلى نبداو نخلطوا عاوتاني مزيان على هذا الشكل هذا. ضروري خاصنا نحركو مزيان باش نخلطو ونضيفو كذلك هذاك الشوكولا بلون اللي عندنا. الا لاحظتوا البنات عرفتوا دابا علاش قلت لكم ما خصكمش تكثروا الحلاوه في الحلوه. راه عندنا هذا لو كلاصاج هذا غيكون حلو بزاف يعني باش يلاه يجينا داك ليكيليبغ ما بين في الحلاوه في الحلوه ديالنا ما ندوقوش داك الشيء ونلقاو داك الشيء حلو بزاف. هنا غنستمر البنات في التحريك مزيان حتى يذوب ليا هذاك الشوكولا ونطلقا. هنا البنات كما قلت لكم خصنا نبقاو نستمروا في التحريك مزيان حتى يذوب لينا هذاك الشوكولا بلون. وغادي ندوزو دابا باش نديرو شويه ديال الملون ابيض رديتو شويه في الماء باش يعطيني باش زعما باش نخرجوا داك اللون. غنحركو مزيان انا تيبان ليا مازال غادي نزيد واحد شويه حيت هذا اللون ما عطانيش داك لو بلون الابيض اللي بغيت انا. صافي هنا البنات بقيت حتى حصلت على اللون اللي بغيت. غادي ندوزو دابا ضروري نميكسيو ضروري اما الميكسور اما بالطره باش ما يبقاو لينا حتى شي حبيبات باش غادي ندوزو نصبو على الحلوه ديالنا. كيف ما قلت لكم البنات غادي نطرب يعني نميكسيه واحد شويه اما بالباتور اما بالميكسور اللي كان عندكم ماشي بالضروره انا استعملت هذا حيت كاين عند كل شيء صراحه. وخاصه تكون درجه الحراره ديالو ما تكونش ما يبقاش سخون حيت غادي نصبو عليه الحلوه تكون بارده. خاص يكون درجه الحراره ديالو على الاقل تكون واحد 32 اولا 33 يعني نقيسوه بصبعنا هكا ما يحرقناش.
هنا البنات هذا هو الكلاصاج ديالنا، تسنيت عليه واحد شويه ضروري خليته حتى يدفى شي شويه كيف ما قلت لكم. هذا انا لونته بالبني، درت واحد شويه ديال الكولورون يعني ملون بني، درته في شويه ديال الماء ودرته هنايا باش انا بغيت واحد لو ميلونج يكون عندي ما بين الابيض وما بين البني. دابا غندوزو باش نصبوه على الحلوه ديالنا. خديت هاد المول هذا ولا قالب ولا اي اناء ولا كيف ما كان عندكم، ودرت هنايا ثلاثه ديال الكيسان، درت الكؤوس بحال هكا، وغنجيب لاطارت باش نحطها هنايا باش نكب عليه هذاك الكلاصاج اللي صايبنا. طبعا البنات الحلوه راه خليتها باتت ليله في المجمد. دابا غادي ندوزو باش نصبو عليها الكلاصاج، خصنا نصبوه مزيان حتى يغطي لينا الحلوه كامله. على هذا الشكل شفتوا القوام ديالو كيفاش داير. غادي نستخدم هاد الكلاصاج اللي لونته انا بالبني حتى هو باش يعطيني واحد وغادي ندوز نبسط بحال هكا غير باش يعطيني واحد لو ميلونج كوم سا. وهذا هو الشكل الحلوه ديالنا اليوم البنات، زوقتها على هذا الشكل هذا. كنتمنى الحلقه ديال اليوم الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ولا بغيتوني نحط لكم كيفاش صايبت هاد لي ديكور بالشوكولا، ان شاء الله غادي ندير حلقه خاصه. ما تنساوش البنات بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ومع العائله باش تعمل فائده، وتشجعوني دائما كيف ما قلت لكم نعطيكم الجديد ونعطيكم شي حاجه بسيطه وسهله وراقيه في نفس الوقت. وكنتمنى اننا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.